سكر حاج لطفي. سليم باشا خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. طبعا احنا التقينا قبل كده. ابنك تامر فين؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي ابني، هم سافروا مع بعض السخنة. خير في حاجه؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانه طلع على العين السخنه؟ لا مؤاخذه يا باشا، بنت غلبانه مين اللي هو خبطها؟ هو الباشا مين؟ نشأت فهم المحامي. محامي؟ والحياه تجيب محامي كمان بالسرعه دي؟ ده ايه السرعه دي يا حاج لطفي؟ لا انت فاهم غلط، انا وحماد بيه اصدقاء للحاج لطفي. وبعدين لا الحاج لطفي ولا تامر ابنه عندهم قضايا عشان يحتاجوا محامي. طب اقعد اقعد اقعد، انا مطول شويه مش ماشي. اقعد يا حاج لطفي اقعد اقعد، ما تخافش انا مش جاي لك انت. ابنك تامر فين؟ اظن احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. وعربيته كمان في العين السخنه؟ يعني عربيه عدم مؤاخذه، احنا عندنا عربيات كتير، وتامر ما تاخذنيش يعني بيركب اي واحد. لا ما انا عارف، انا قصدي على البي ام الحمراء. مش هو عنده بي ام حمراء؟ عنده بي ام حمراء، بس اشمعنى العربيه دي؟ طب ايه راي سعادتك ان دي بالذات بقى عند السمكاري بقى لها كام يوم؟ كام يوم يا حاج لطفي؟ ده متصور بيها النهارده وبيخبط البيت. تصور؟ متصور ازاي يعني؟ والله البلاغ اللي جالنا كده مش هتبلغ عليه. بعدين اللي بلغ عنه زياده اللي انت جيت طلعته، مش هتبلغ على ابنك. على فكره يا باشا، الفيديوهات دي بيتلعب فيها. ليه حوالي نشأت بيه؟ ده لسه الموضوع من شويه. خلاص، اللي يفصل بيننا المعمل الجنائي، وبعدين تامر مع شادي في العين السخنه، وعندنا شهود على كده. في اسئله تانية؟ لا مش جاي اسال. انا جاي اخد تامر وامشي. وتامر مش هنا. تمام. على العموم بقى حاج لطفي، ابنك في السخنه في الساعه انا مش هلحق. تسليم بيه، احنا تامر ابننا ما عملش اي حاجه. انا مش فاهم انت حاطه في دماغك كده ليه. وبعدين يعني ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. بعد اسال عليا وانت تعرف ان انا ما بخافش. بس انت بقى خاف على ابنك، وخليه يجي لي بنفسه بدل ما اروح اجيبه. نورت يا سيدي باشا، ولو انك ما لحقتش تشرب حاجه معانا يعني. ماشي، ما تبقاش تزعل بقى من اللي هيحصل. سليم باشا، لو العربيه البي ام الحمراء عجبك، عندي اختها في المعرض وعزيرو. بجد؟ والله حتى عليها الصبحين تشرب معايا فنجان قهوه وتدور عربيتك وتتكل على الله، مش هنختلف. اجيب واحد. استغفر الله العظيم يا رب. انت ديما وعم لطفي. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ما كانش في داعي حكايه العربيه دي خالص، الراجل شكله ما بياكلش. اعمل ايه؟ انا قلت اجرب معاه اي سكه. بعدين ده بيقول لك الواد ما تصور. والله يا ابني لحد دلوقتي ما عارف اللي حصل ده حصل ازاي. قسما برب العزه ما كنت اقصد. انا مش عايزك تعمل في نفسك كده. اطمن. وان شاء الله البت هتقوم منها بالسلامة. المهم تفضل مزه زي ما هي. مزه ايه وزفت على دماغك دلوقتي؟ انا خايف اشهد البت دي تموت ولا يجرى لها حاجه. اصل انت ما شفتش البت اتهبدت في العربيه ازاي؟ ودمها كان سايح على الارض. انا متاكد ان جرى لها حاجه. يا جدع فضل الله ولا فعلك. ما تقلقش يا صاحبي. الموضوع كده اتعقد يا بهوات. بت ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قالتش حاجة لما جت في الحادثة؟ للأسف لا. هي جت لنا حالتها مغمى عليها، وحاولنا إن احنا نسعفها، لكن للأسف إصابتها كانت خطيرة جدا وكان مغمى عليها. مفيش حد من قالها هنا؟
هو والدتها اللي موجوده دي، بس ما تعرفش ان بنتها توفت. ربنا يصبرها. ماشي يا بنت. بعد اذنك. أنا مش فاهم أنتم مزعلين نفسكم ليه يا بهوالي؟ لا يمكن اللي حصل ده في مصلحتنا. مصلحتنا إزاي يعني؟ بقول لك البنت ماتت. الله يرحمها. أنا المهم عندي إن هي تكون عملت بأصلها وما جابتش سيرة تامر قبل ما السر الإلهي يطلع. أه الواد علي هناك هيتطقص وهيرد عليا لو في أي حاجة. المشكلة الحقيقية عندي دلوقتي الشاهد والفيديو اللي معاه. الواطي. الواطي اللي ما بتمرش فيه، وأنا اللي جريت جري عشان أطلعه لما مسكوه. الواد ده حاج هو اللي في ايده مفتاح القضية كلها. لازم يغير شهادته ولازم الفيديو ده يختفي. كده هنبقى احنا في السليم. وبعدين يبقى يوريني الضابط بتاعكم ده هيعمل ايه. بقول لك يا حاج، هو انت مش تعرف ام الواد ده؟ ما تكلمها. اكلمها في عماد. ما انت عارف الحكاية. وعارف الواد وعمايله. هي عرفت تتصرف اللي يخص الواد لما هتعمل لنا حاجة في اللي يخصنا احنا. عندك حق يا حاج. عارف مين اللي يحل لنا المشكلة دي؟ مين؟ الواد زناتي. ها جبت مفتاح المخزن زي ما قلت لك؟ اهو خليه معاك دلوقتي. دلوقتي فين؟ في مكتب رئيس المباحث. بس ليه؟ لسه ما رجعش. طب بقول لك ايه؟ عايزك تغور الواد العسكري اللي على مكتب رئيس المباحث ده قيمه ربع ساعه كده. هتعرف ولا هتغرق في شبر ميه؟ يا كبير، الحوار ده لو اتكشف هيحصل عوق جامد. ولو خلص هيبقى في قرشين عنب. ها معايا ولا اجيب حد تاني ياكل اللقمه الطريه دي؟ طول عمري معاك يا برنس. بس انت مالي ايدك؟ ياد عيب ياد، انا زناتي. ياه مالي ايدي ياه؟ بكره تيجي تبوس ايدي يا بف. خلصانه بضمير مرتاح. يلا ياه. خد يا كابتش. ايوه حضرتك. عشيت ياد ولا لسه؟ ابدا والله يا حضرة العميل، انا من ساعه ما اتغديت ما حطيت لقمه في حنكي. طب اجي نروح الكانتين كلك لقم على حسابي، خلصانه بخساره. حاضر يا حضره الامين، ربنا يكرمك ويجعلك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. تاخرش يالا. حاضر. مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمر يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينضف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم الاوعى الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه، بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل. اتفضل يا استاذ زياد. اتفضل. افتح الرفاعي. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي.